النشرة الإخبارية لتاريخ 4 فبراير 2022، أيام التي ستأتي إلى المدرسة في الأشهر المقبلة. Parents Evening، يجب على أولياء الأمور التحدث مع المدرس الصف بخصوص دراستهم وجميع الأشياء المتخصصة لديهم. تاريخ 21 فبراير 2022 سيبدأ من ذاك الأسبوع لكي المدرس الصف يتكلم مع أولياء الأمور في الوقت الحالي لهذا الشهر. وأيضاً هناك يوم تاريخ 1 جولاي يوم الجمعة، سيكون ذاك اليوم عطلة رسمية للملكة لأنها ستحتفل في يوم 70 للسنة 70، وسيكون ذاك اليوم هو بنك هوليدي. فنبلغكم من الآن على هذا الشيء. وكمان يكون الكالندر تاريخ جمعة 1 جولاي 2022، وأن المدرسة بتكون مبندة للأطفال أيضا. شكرا. ستنتهي المدرسة لنصف الفصل الدراسي يوم الجمعة 11 فبراير 2022 الساعة 3:15 دقيقة. سيتم إداء إعادة فتح المدرسة يوم الاثنين 21 فبراير 2022 الساعة 8 صباحا لنادي الأفطار، ثم 8:30 صباحا لجميع الأطفال. ويحظى إغلاق الطريق بقدر كبير من الدعم الإيجابي من الأهالي والأباء والأطفال. نشكرك على كل دعمك في هذا الأمر الذي يساعد في التأكد أن طريق أطفالنا إلى المدرسة هو آمن. من فضلك، هل يمكننا أن نطلب منك أركن سيارتك بأمان عند إنزال الأطفال؟ أركن سيارتك بعيداً عن المدرسة على الطرق الأكثر هدوءاً. وشكراً. على أي استفسار أو التواصل معنا على المدرسة بايرن مور أكاديمي، يرجع الاتصال على الرقم 0114-272-3624 أو على الإيميل الإلكتروني الموجود لديكم. شكراً.